كابتن سيف زاهر ومشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان داخل استاد المقاولون العرب، ولقاء الان مع الكابتن تامر مصطفى المدير الفني لنادي انبي. كابتن تامر بيقول فوز مهم جدا النهارده امام نادي الزمالك، وليس الفوز الاول طبعا، ده قبل كده حققت الفوز مع نادي الزمالك في الموسم الماضي بنتيجه 2 هدفين دون مقابل. اكيد النهارده الفوز نتيجه تعب ومجهود الفتره اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا واخيرا الحمد لله رب العالمين، طبعا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. بنقول مبروك للنادي انبي، مجلس اداره ولاعيبه وجهاز وهيئه بترول كامله، نقول لهم مليون مبروك. وبنقول النهارده لك نادي الزمالك نادي كبير، النادي العريق طبعا، النادي المحترم اللي ادى جيم النهارده هايل جدا طبعا. كابتن تامر كلمنا بقى عن كيف حضر كابتن تامر مصطفى لهذه المباراه، وذكرت نادي الزمالك ازاي في ظل تفوقه في المباراه السابقه امام نادي سموحه ب5 أهداف مقابل. هي دايما عمرو كنت بقولها للعيبه، دايما المشكله مش في اللي بتلعبه، المشكله دايما فيك انت. فاحنا عندنا شويه تفاصيل لازم نبقى متمسكين بيها، وعندنا شويه مبادئ جوه الشغل لازم نبقى متمسكين بيها جدا، لان احنا مهم جدا يبقى احنا شكلنا احنا وهويتنا احنا بغض النظر عن بتلعب مين. ممكن شويه تفاصيل بقى بسيطه في التشكيل، في نوعيه لعيبه معينه تناسب الماتش ده ما تناسبش الماتش ده، في تفاصيل على 90 دقيقه بتقسم الجيم زي ما انت عايز. لكن هو في الاول وفي الاخر بتلعب نادي كبير، ونادي عنده لعيبه كتير جدا وعنده حلول كتير جدا وشكل لعب مختلف شويه وجديد على الكره المصريه شويه، ومعاه مدير فني محترم جدا جدا. فالحمد لله رب العالمين قدرنا نتعامل مع التفاصيل وقدرنا نتعامل مع الحلول، ان احنا قدرنا الحمد لله رب العالمين بشويه شكل لعبنا في 30 يارد قدرنا نقفل مفاتيح اللعب كويس، وقدرنا نقفل الباصات اللي ما بين الخطوط عندنا بشكل كويس، وقدرنا نتحول بصوره ايجابيه. واظن ان احنا ادينا الكلام ده بصوره كبيره والحمد لله رب العالمين، ربنا كان موفقنا النهارده. كيف سيتعامل كابتن تامر مصطفى طبعا في ظل كان وقف القيد في الفترات الاخيره، تم فتحه في اللحظات الاخيره، هل سيحتاج الى تدعيمات في ظل طبعا اللي انت واضح ان انت تعتمد على بعض اللاعبين معينين في ظل طبعا عدم اكتمال المراكز بشكل كامل؟ اكيد طبعا، اكيد وقف القيد طبعا مجلس الاداره ملوش ذنب فيه، ولا احنا كجهاز فني ليه ذنب فيه، لكن هي تراكمات قديمه. بس الحمد لله رب العالمين، يعني الولاد مقدمين بصوره كويسه ومقدمين بصوره محترمه جدا. اكيد طبعا كل تيم محتاج لعيبه، واكيد كل تيم بيحتاج ان هو يجدد الدماء بتاعته بصوره مختلفه شويه، او محتاج بروفايل بشكل مختلف شويه في بعض الاماكن. فان شاء الله لما يجي يناير يبقى الحلال حلال ان شاء الله من عند ربنا. مبروك الفوز يا كابتن تامر، بالتوفيق لحضرتك طبعا. الله يبارك فيك يا كابتن عمرو.